خير القرون مواقفا ومثالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه. فحديث اليوم إن شاء الله حول أهل البحرين وردتهم عن الإسلام ثم رجوعهم إلى الإسلام بعد ذلك. وقد كان من خبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث العلاء ابن الحضرمي إلى ملكها، وتذكروا هذا الاسم جيدا، العلاء ابن الحضرمي، هذا رجل صحابي جليل ينبغي أن نحبه مع مجموع من نحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حب الصحابة إيمان وبغض الصحابة كفر ونفاق، فلا يبغض الصحابة إلا كافر منافق، إلا كافر منافق. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي إلى ملكها المنذر ابن ساوى العبدي، فأسلم على يدي ملك البحرين، أسلم على يدي من؟ العلاء بن الحضرمي. إذا في هناك مملكة اسمها البحرين، وهذه المملكة ملكها المنذر ابن ساوى العبدي. عرض عليه العلاء ابن الحضرمي الإسلام وأوصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم هذا الملك وأقام فيهم الإسلام والعدل. انظر، وأقام فيهم الإسلام والعدل. إذن ينبغي للحاكم إذا دخل في دين الله عز وجل أن يقيم الإسلام والعدل، مش الإسلام بس، لا، والعدل. فما هو العدل من جملة الإسلام، خص بالذكر تنويها لشرف ذلك، أن الله تعالى يبارك في الممالك التي تقوم على العدل حتى ولو كانت كافرة، ويمحق الممالك التي تقوم على الظلم ولو كانت مسلمة. انتبه لذلك الأمر، يعني يمكن لمملكة كافرة مشركة ملحدة يقيمها الله عز وجل ويرتع أهلها في سعة ورغد من العيش. لماذا؟ لأنهم يقيمون العدل. ورب قوم على الإسلام لكنهم لا يقيمون، بل يقيمون الظلم، فيمحقهم الله ولا يقيم لهم دولة. وهذا موجود. النبي عليه الصلاة والسلام في هجرة الصحابة إلى الحبشة أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، ومن جملة ما قال: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. يبقى ملك إيه؟ عادل. مسألة مهمة جدا، فيها ملك عادل. وأسلم على يدي اللي هو المنذر ابن ساوى العبدي، وأقام فيهم الإسلام والعدل. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي المنذر بعده بقليل، فلما مات المنذر ابن ساوى ارتد أهل البحرين وملكوا عليهم الغرور. الغرور هذا اسم أو هذا لقب يطلق على ملكهم، وهو المنذر ابن النعمان ابن المنذر. والغرور في القرآن يطلق على بعض المعاني منها الشيطان، الشيطان، لأن الشيطان يأخذ بالناس ليبعدهم عن طريق الاستقامة، كأن هذا الذي ملك البحرين كان شيطانا، كان شيطان، اسمه المنذر ابن النعمان ابن المنذر. وقال قائلهم: ما سبب ردتهم؟ لو كان محمد نبيا ما مات، لو كان محمد نبيا ما مات،
يعني لو كان ربنا سبحانه وتعالى بعثه فجعله نبيا، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يجتبيه ويقربه ويجعله نبيا ثم يقبضه بعد ذلك؟ لو كان نبيا ما مات. ولم يبق بها بلدة. يبقى إذن البحرين لم تكن قرية صغيرة، ولكن كانت بلادا كثيرة، كانت بلادا كثيرة. كل هذه البلاد ارتدت عن الإسلام ما عدا بلدة ثبتت تسمى جواثة. جواثة، إذن جواثة هذه قرية بالبحرين ثبتت عن الإسلام. وكانت هذه القرية هي أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة. يعني المرتدون ارتدوا عن الإسلام أو عن بعض الإسلام كما بينت عدة مرات من قبل، فالجمعة التي أقيمت خارج مكة والمدينة أقيمت في هذه القرية جواثة. وثبت ذلك في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هذه القرية التي ثبتت على الإسلام حاصرها المرتدون من أهل البحرين حصارا شديدا، وضيقوا عليهم ومنعوا منهم الأقوات حتى جاعوا مجاعة شديدة حتى فرج الله عليهم. قال أحد من بني كلاب، وهذه القبيلة كانت تسكن في هذه المنطقة، وهذا يدل على أن منطقة البحرين عربية قحة، عربية قحة، وأن الوجود الفارسي الرافضي الموجود في البحرين إنما هو وجود طارئ، وجود طارئ، لم يكن للرافضة وجود في هذه المناطق. ويجب لنا أن نعلم أن تاريخ الرفض في إيران يعني تاريخ قريب، ليس تاريخا بعيدا، وإنما هو تاريخ قريب، تاريخ قريب، يعني هذا التاريخ لا يتجاوز 500 سنة. وقبل ذلك كانت إيران دولة سنية، ولكن فرط أهل السنة في منهجهم فحدث ما حدث. بيقول أحد بني كلاب: وقد اشتد عليه الجوع، ألا أبلغن أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثا محصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشي الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا قد وجدنا الصبر للمتوكلين. وكان من أسباب ثبات هذه القرية، والقرية لا يقصد بها المكان الريفي الصغير، ولكن كل مكان يجتمع فيه الناس للإقامة يسمى إيه؟ قرية. ودي مهمة جدا، للإقامة، للإقامة تسمى قرية. فمن أسباب ثبات هذه القرية أن شريفا من شرفائهم يسمى بالجارود ابن المعلى، الجارود ابن المعلى. وشوف يا أخوانا كيف أن يعني الأمة تنتفع بالرجل الواحد. الأمة قد تنتفع بالرجل الواحد، الناس ترتد وينتقص الإسلام من كل جانب، وتنقض عراه عروة بعد عروة، ولكن هذه القرية حماها الله تعالى من بأس الارتداد بسبب هذا الرجل الذي قام فيهم خطيبا. فقال: يا معشر عبد القيس، إني سائلكم عن أمر، فأخبروني إن علمتموه ولا تجيبوني إن لم تعلموه. كلام جميل جدا. إذن هذا رجل عاقل، قال لهم: يا عبد القيس أجيبوني عن ذلك الأمر، إن علمتموه وإن لم تعلموه فلا تجيبوني. فقالوا: سل. قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل أرسل الله تعالى نبيا قبل محمد، ولا هذا هو النبي الأوحد الذي أرسله الله؟
قالوا نعم. قال تعلمونه أم ترونه؟ يعني الشيء الذي أنتم تتكلمون به، هل أنتم رأيتم هؤلاء الرسل أم تعلمون بوجود هؤلاء الرسل؟ يعني هل أنتم رأيتم أن الله أرسل هؤلاء الرسل أم تعلمون أن الله أرسل هؤلاء الرسل؟ قالوا نعلم. قال فما فعلوا؟ يعني الرسل دولت فعلوا إيه؟ فينهم دلوقتي؟ قالوا ماتوا. الرسل دولت إيه؟ ماتوا. قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا. شوف يا اخوانا، شوف العقل السديد، وانظروا إلى المنطق القويم، وانظروا إلى هذا الحجاج العقلي المستقيم والبرهان الجدلي الذي لا يقبل إلا أن يقبل، لا يقبل إلا أن يقبل، ما فيش هناك عقل سليم إلا ويقبل هذا المنطق. الله تعالى أرسل رسلا قبل محمد، هذه مقدمة. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية أن محمدا من الرسل. المقدمة الثالثة أن الرسل قبل محمد قد ماتوا. إذن النتيجة أن محمدا يموت كما مات الرسل، يموت كما مات الرسل، وهذا منطق مستقيم. ويمتاز المنطق عند المسلمين الموحدين أنه قد يبنى بأكثر من مقدمتين، يعني المنطق عند اليونان يبنى من مقدمتين، أما عند المسلمين فإنه قد يبنى بثلاث مقدمات أو أربع مقدمات كما رأيتم الآن. قال فما فعل؟ قالوا ماتوا. قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما مات، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنت أفضلنا وسيدنا، وثبتوا على إسلامهم. إذن الفضل والسيادة ثبتت هنا بماذا؟ بالثبات، بالثبات. ولذلك من أعظم فضائل أهل العلم أنهم الذين يثبتون الأمة عند نزول الفتن المتلهمة، عندما تنزل الفتن التي تحتار فيها العقول وتتشتت فيها القلوب، فإنه توجد طائفة، هذه الطائفة تقوم بوظيفة تثبيت الأمة واسترداد العافية وجلبها لهذه الأمة حتى لا تنتكس فتكون أمة عيسى. من هؤلاء يا ترى؟ من هؤلاء؟ هؤلاء الذين أوقفوا أنفسهم لحمل الدين ونصرته. يبقى من الناس بالفعل هم أفضل الناس وأسياد الناس؟ فسيد الناس وأفضل الناس ليس هو الذي ينشغل بحاله دون الأمة، ولكن الذي ينشغل بالأمة. انظر كيف أن الله تعالى نفع بهذا الرجل قومه، كيف أن الله نفع بهذا الرجل قومه. فقالوا أنت أفضلنا وسيدنا، وثبتوا على إسلامهم وتركوا بقية الناس فيما هم فيه من الارتداد والكفر. وبعث الصديق رضي الله تعالى عنه إليهم العلاء ابن الحضرمي، فلما دنا من البحرين جاء إليه ثمامة ابن أثال في محفل كبير، وهذا أحد أمراء الأجناد الذين أرسلهم الصديق لقتال المرتدين، أنهى المهام بتاعته ووافى العلاء ابن الحضرمي. وجاء كل أمراء تلك النواحي فانضافوا إلى جيش العلاء ابن الحضرمي، فأكرمهم العلاء ورحب بهم وأحسن إليهم. هنا ترجمة بسيطة جدا غير كاملة، ولكنها تناسب هذا المقام لهذا الصحابي الجليل وهذا السيد النبيل، وهو العلاء ابن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. أول من جالد الفرس وحاككهم وصاولهم وضيق عليهم
ونازلهم وهزمهم وقصمهم وتجرأ هو العلاء بن الحضرمي. العرب في طبيعة العربي أنه يهاب من العلوج، والعلوج اللي هم الأعاجم، العربي بيهاب من الأعاجم سبحان الله. ولكن الله تعالى مهد العرب لكي يصاككوا هؤلاء الأعاجم فلا يهابوهم، زي أمريكا مثلا. تلاقي العرب خايفين جدا من أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والدول دي، خايفين منها ليه؟ نفس النفسية المريضة، النفسية الدونية التي لا تترفع عن الدنيا ولا تأرز إلى الآخرة، النفسية المريضة دي كانت موجودة عند العرب الأوائل، كانوا يخافوا جدا من الروم والفرس. فحدث أن الله تبارك وتعالى أجرى سنته، فكان من جملة سنته أن العرب نازلت الفرس في معركة مشهورة قبل الإسلام بسنوات قلائل، معركة ذي قار. هذه المعركة انتصرت فيها بنو بكر. بنو بكر قبيلة من القبائل الشرقية، انتصرت فيها بنو بكر على الجيش الفارسي، وتم القضاء على الجيش الفارسي في صحراء العرب. ومن هذه اللحظة بدأ الناس يتجرؤون على مين؟ على الفرس. خلاص بقى واحد ماشي في الحي وعمل نفسه بقى الفتو، الناس بتهاب. طب لو جاء واد صغير كده راح ماسكه رنه جزين الام وما قدرش يرد عن نفسه، خلاص بقى ملطشه. كذلك هذا من قدر الله عز وجل، ان الفرس دولت ينكسروا على ايد مين؟ على ايد قبائل بني بكر. العلاء بن الحضرمي من هذه القبائل الشرقيه، ولعله من الذين شهدوا انكسار الفرس واكرم الله تعالى بالاسلام. وكل مسلم يريد ان يقدم شيئا لهذا الدين، كل مسلم لابد ان يقدم شيئا لهذا الدين، مش احنا مسلمين كده وخلاص، لابد ان نقدم لانفسنا شيئا، بان نقدم شيئا لهذا الدين. في هناك شباب ضال اجتهد في هدايته، هناك مرضى اجتهد في تطبيبهم وعلاجهم، هناك ازمات طاحنه يعيشها الناس، اجتهد ان تفكر في رفع الضيق والكرب عن امه محمد صلى الله عليه وسلم، هناك جهل فكر كيف تبدل هذا الجهل بالعلم، هناك مجاعة فكر كيف نبدل هذه المجاعة وهذه المزغبة بسعة من الرزق وأفرة من الطعام. لابد لكل مسلم أن يكون منتجا، ولابد أن يقدم شيئا لأمة الإسلام، لابد. شوفهم هذا الرجل كان سببا في ثبات قومه، شوفوا العلاء بن الحضرمي كان سببا في تجرؤ المسلمين على الفرس. أول من قاد الحروب ضد الفرس هو مين؟ العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. العلاء بن الحضرمي لم يكن رجلا عاديا، ولكنه كان رجلا دينا عابدا. عابدا، ودي مسألة مهمة جدا، نحن نريد منهج الاقتداء، لأننا سمعنا كثيرا ونسمع كثيرا وسنسمع كثيرا، ولكن يبقى أين القدوة التي يراها الناس؟ أين القدوة التي يراها الناس؟ دي مسألة خطيرة جدا. العلاء بن الحضرمي كان رجلا دينا فاضلا عابدا قانتا، وكان في الوقت نفسه مجاب الدعاء، كان مجاب الدعاء. وإجابة الدعاء ليست هكذا، ولكن لقربك من الله يكون قرب الله تعالى منك، والقرب هنا بمعنى التأييد والنصرة والتوفيق والإلهام والرشاد والسداد. نعم، من مما أجراه الله تعالى للعلاء بن الحضرمي في هذه الغزوة في قتال الفرس، أنه نزل منزلا فلم يستقر الناس على الأرض حتى نفرت الإبل بما عليها من زاد الجيش وخيامهم وشرابهم.
مشكلة خطيرة جدا. جيش يقاتل في غير أرضه، إذا حياة هذا الجيش هي ليه؟ هي إيه؟ هي الحملة بالمصطلح الحديث، الحملة. يعني إيه الحملة؟ خط الإمداد، خط الإمداد الأكل والشرب والعتاد، بحيث السيوف لما تتكسر في المعركة يبقى فيه هناك إيه؟ سيوف بديلة. الناس عاوزة تاكل يبقى في أكل، عاوزة تشرب يبقى في شرب. فنحن نقاتل في أرض ليست بأرضنا، إذا لابد من وجود الحملة التي تحمل السلاح والزاد والطعام. طب الحملة دي محمولة على إيه؟ محمولة على الإبل، محمولة على الإبل. هذه الأرض لعلها كانت أرض ذات أشواك، بحيث أن الإبل كانت تضر في أرجلها أو خفافها، فنفرت الإبل وانطلقت تجري بما عليها من خيام وسلاح وطعام وشراب. ده إشكال. وبقوا على الأرض، أي بقى المسلمون على الأرض ليس معهم شيء سوى ثيابهم، ليس معهم شيء سوى الثياب، وذلك ليلا ولم يقدروا منها على بعير واحد. يحاولوا أنهم يرجعوا الإبل، الإبل نافرة، ولم يستطيعوا أن يرجعوا ولا بعير واحد. فركب الناس من الهم والغم ما لا يحد ولا يوصف، وجعل بعضهم يوصي إلى بعض، احنا الصبح هنقاتل الفرس، هنقاتلهم ازاي؟ كل واحد يوصي الثاني، انا لو مت قبل منك ادفني واعمل وسوي، لو ربنا كتب لك حياه ورجعت، ان كتب الله لك حياه افعل كذا، خلي بالك من العيال، وخلي بالك من كذا، واعمل كذا كل واحد يوصي الثاني، خلاص يعلمون ان الهلكه قد وقعت بهم. وجعل بعضهم يوصي الى بعض، فنادى منادي العلاء. العلاء ابن مين؟ ابن الحضرمي قائد الجيش. فاجتمع الناس إليه فقال: أيها الناس، أيها الناس. شوف يا إخواننا بقى هنا الثبات. القائد عندما يكون قائدا دينا يكون سببا في النصرة، يكون سببا في النصرة. لما دخلت الدبابات السويس سنة 73، دبابات الإسرائيلية السويس، الله، إيه اللي حصل؟ الجيش والناس اللي هناك رفعوا راي البيضاء واستسلموا. ينفع الكلام ده؟ شافوا الدبابات والمدرعات وتلاقوا نفسهم مفيش معاهم سلاح، فخلاص اذا معركه غير متكافئه. فاستسلم الجيش واستسلم الناس. من الذي رفض الاستسلام؟ انتم الذين رفضتم الاستسلام. الشباب المتوضئ الطاهر الذي يغشى المساجد هو الذي رفض الاستسلام. اجتمع شباب في المسجد وتبايعوا على الموت، وخرجوا يواجهون دبابات الاسرائيليين باجسادهم. ويا عجبا، ويا عجبا، اوقعوا اصابات في الدبابات، وهيأ الله له من الخير ما طرد الله تعالى به الايه؟ الاسرائيليين من السويس. يا اخوتي، نحن نحتاج الى الطليعه المؤمنه الدينه. ولذلك في غزوه حنين عندما انكفأت خيل المسلمين وتقهقر المسلمون واختلط الحابل بالنابل وكاد المسلمون أن ينكشفوا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس، وكان رجلا جهوري الصوت، أن ينادي بصوته: يا للأنصار، يا للأنصار، يا أصحاب الشجرة. وأخذ يناديهم حتى حنوا وعادوا ورجعوا. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد عندما انكشف المسلمون من الذي ثبت حوله، 11 رجل ثبتوا حول النبي عليه الصلاة والسلام حتى قتلوا، ثم بعد ذلك لم يثبت حوله إلا النفر القليل، منهم أبو بكر وعلي وطلحة رضي الله تعالى عن الجميع. إذا من الذي يتحمل الأزمات
والذي يثبت ويعلم الأمة الثبات في وقت الأزمات إنما هي طالعة الإيمان، الطالعة الإيمانية المباركة. قال لهم العلاء بن الحضرمي: أيها الناس، ألستم المسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ في سبيل الله أي خرجتم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى. قال: فأبشروا، فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم. شوفوا الكلام الجميل، لا يخذل الله من كان في مثل حالكم. ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر، فصلى بالناس، صلى بالناس، فلما قضى الصلاة جثى على ركبتيه وجثى الناس. ده بقى مقام الذلة بعد صلاة الفجر، جثى على ركبتيه ذلة لله، وجثى الجيش جميع على ركبتيه. ونصب في الدعاء، نصب أي أجهد نفسه في الدعاء، ليس له إلا الله، نصب في الدعاء ورفع يده، وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس، وجعل الناس ينظرون إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو يجتهد في الدعاء. فلما بلغ الثالثة في الدعاء، إذ قد خلق الله إلى جانبهم غديرا، خلق الله إلى جانبهم غديرا، الماء تفجر بجوارهم. سبحان الله، في المرة الثالثة خلق الله إلى جانبهم غديرا. الغدير هي العين النابعة التي تفور ماء. سبحان الله. طيب، فمشى، ومشى الناس إليه فشربوا واغتسلوا، فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من كل فج بما عليها، لم يفقد الناس من أمتعتهم سلكا. السلك أي الخيط، الخيط. شو درجته؟ سبحان الله. من الذي فجر البئر له وهم في يعني عطش شديد يكاد أن يمزق أكباتهم، أن يمزق أكبادهم من شدة العطش؟ إنه الله عز وجل، إنهم المسلمون الذين خرجوا في سبيله، الذين يريدون نصرة دينه، ففجر الله تعالى بجوارهم غديرة، مش على بعيد، تجنبهم يمشي خطوتين يتلقوا الماء. لأن حاجة الإنسان إلى الماء أعظم من حاجته إلى ماذا؟ إلى الطعام. ممكن سما يأكلش 40 يوم، لكن ما يقدرش، ما يشربش عدة أيام، ما يقدرش، ما يقدرش. أجر الله تعالى وفجر بجوارهم على بعد خطوات غديرا، شربوا منه واغتسلوا عشان يفوق كده وتنشطوا وتجهزوا القتال. مش كده وبس، كل الإبل أتت إليهم من كل حدب وصوب. طب يا ترى من الذي جمعها إليهم؟ ومن الذي ساقها إليهم؟ طب جايز مثلا إبل بتجري وقع من عليها مثلا الخيام أو الطعام أو الشراب، لم يقع من عليها شيء، حتى الخيط الذي يستخدمونه في الحياكة لم يقع ذلك الخيط. إنه الله عز وجل الذي يصنع لأولئه إن صدق. فسقوا الإبل عللا بعد نهل. النهل الشربة الأولى، الإنسان أو الإبل لما تكون عطشانة تشرب، وبعد ما تشرب تمشي شوية كده وتشرب إيه؟ المرة الثانية، تشرب كمان مرة. وهذا في غالب الحيوانات إلا ما ندر، الحيوان يشرب عدة مرات بخلاف الإنسان. الإنسان تشرب ترتوي، أما الحيوان يشرب وبعد كده يروح بقى يشمشم في شوية حاجات وإيه ويأكل شوية وبعد إيه يرجع إيه يشرب تاني مية كتيرة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فكان هذا مما عاين الناس من آيات الله بهذه السرية. طيب، فلما اقترب من جيوش المرتدة وقد حشدوا وجمعوا خلقا عظيما، نزل ونزل وباتوا متجاورين في المنازل. فبينما المسلمون في الليل، في الليل إذ سمع العلاء أصواتا عالية في جيش المرتدين. الله، إذا ما كانش ينام بالليل،
ما قالش كده يا حرس احرسوني كده وانا انام لي بقى ايه شويه بقى الليل ده، اخدوا بقى نوم، تنطوا النهار شغال معاكم دعاء وصلاه وتعبت معاكم بقى، انام بقى طول الليل بقى. لا، القائد يحمل هم جيشه، انت مسؤول عن هذا الجيش، ما ينامش، لا ينام، ولو نام ينام شيئا يسيرا. سمع صوتا في جيش الاعداء بالليل فقال: من رجل يكشف لنا خبر هؤلاء؟ من اللي يروح يعني يتجسس على هؤلاء ويجيب لنا الخبر بتاعهم؟ فقام عبد الله ابن حذافه فدخل فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشراب. هم بقى قعدوا بقى يشربوا طول الليل، وقال لك احنا نرتوي من الخمر، يبقى المسلمين صلوا وجثوا على ركبهم واجتهدوا في الدعاء واغاثهم الله وشربوا وامتاعوا، يصلون ويذكرون الله، وفي المقابل المرتدين بقى ايه؟ يشربون الخمر. طبعا يشرب الخمر بقى قاعدين يصيحهم ويهللهم ويضحكهم، ناس منفلتين. مثلا عندما تجد شباب منفلت سهران هيكلموا ازاي؟ تجد شقه فيها شباب منفلت طول الليل تسمع دوشه وموسيقى وضرب، يضرب بعض بالقفه ويضرب بعض ويسقفهم ويضحكوا ويكعكعوا ويعملوا انفلات. طب لو في هناك ناس ملتزمين وسهرانين، تسمع القران، تسمع مجلس علم، تسمع ذكر الله عز وجل لدى ولادة، تسمع قيام الليل لدى ولادة ولادة، تسمع أصوات هادئة لدى ولادة ولادة، بفضل الله ينامون لصلاة الفجر. فهؤلاء أعماهم السكر حتى ضجوا، فكانت لهم أصوات صاخبة، فكان ذلك من فضل الله. عبد الله نقل هذه الأخبار إلى العلاء بن الحضرمي، فركب العلاء من ثوره والجيش معه فكبسوا أولئك فقتلوهم قتلا عظيما، وقل من هرب منهم واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم وأثقالهم، فكانت غنيمة عظيمة جسيمة. شوفهم لو ما كانوا يشربوا الخمر كان المسلمين عملوا الكلام ده؟ لا. هتقول لي ازاي المسلمين يقاتلونهم وهم غارون؟ يقول لك لا، ان الحرب ايه؟ خدعه، انها خدعه، وانهم في الصباح سيقاتلوننا، وانهم في الصباح سيقاتلوننا، فانظر الى هذا الخير الجسيم، وانظر الى هذه الطاعه وبركتها، وانظر الى هذا الكفر وشؤمه، وكيف ان الكفر يصنع باهله المآسي، وان الطاعه تصنع لأهلها بفضل الله عز وجل الخير والسؤدد. قصة لطيفة، ودي مسألة يا إخواني يعني عزيزة، إن نحن نفتقد مع آداب الإسلام، نفتقد المروءة والرجولة، نفتقد المروءة والرجولة. من سنة العرب أنهم لا يقتلون إلا كراما، لا يقتلون إلا كراما. أما أن يقتل العربي عربيا جريحا فهذا لا يكون، يعني لو واحد مثلا مرمي جريح ما فيش حد يقتله، ما فيش حد يقتله. ليه؟ لأن عشان أقتل واحد لابد يكون إيه؟ كفء ليا، لابد يكون كفء ليا. لكن أقتل واحد ضعيف مريض أو جريح لا. نحن الآن نسمع إن في صديق قتل صديقه من أجل 5 جنيه، راح فجأة كده على غدر وخيانة راح غزه بسكين. نسمع هذه الأيام العصابات التي يعني تقطع الأجساد البشرية، يعني لقد رأيت بالأمس شريط على تليفون محمول فيه مقطع فيديو لعصابة تقطع الجثث، حاجة يعني كأن بالفعل بقرة فاتحين البطن كده وبيقطعوا الجلدة كده وبيشفوا كده، وحتى العظمة بتاعت الصدر ديت يعني حجزته راح كسر عظمة الصدر راح رميها كده ومطلع مش عارف ايه ده، سبحان الله. طيب ما هذا الأمر؟ يعني ما هذه الشناعة؟
معظم أصحاب السوء يكونون سببا في رد أصحابه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا إيه؟ إلا مؤمنة. لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لكن لو صاحبت رجل فاسق أو فاجر أو عربيد، ممكن يسرق المحمول بتاعك، ممكن يقلبك ويسرق فلوسك، ممكن يغرزك في مصيبة ويطلع أقوى منها. لو محتاج 10 جنيه علشان يعمل بقى حاجة مش كويسة، ممكن يقتلك ويبيعك لأي عصابة من عصابات قطع أو تقطيع الأجساد البشرية. فلا تصاحب أخي إلا مؤمنا، لا تصادق ولا تمشي ولا تجالس إلا الأتقياء المؤمنين. فانظروا إلى هذا الموقف من النبل. رجل من بني قيس ابن ثعلبة يسمى بالحطم، الحطم سبحان الله، ولعل له من اسمه نصيب، له من اسمه نصيب، الحطم ابن ضبيعة. الحطم ابن ضبيعة كان من سادات بني قيس اللي هم الناس المرتدين دول، وكان نائما، كان نائم لما المسلمين هجموا على المرتدين دول، هو كان نايم. فقام داهشا، تصور بقى لما ايه واحد يكون نايم ويفتح عينه يتلاقي ناس فوق دماغه بالسلاح، يفتح عينه يفعص في عينه كده، ايه اللي بيحصل ده؟ فقام دهشا حين اقتحم المسلمون عليهم، فركب جواده فانقطع ركابه، فانقطع ركابه، يعني يجي يحط رجله على الجواد عشان يركبه، فلت فايه وقع فرجله اتكسرت. فجعل يقول: من يصلح لي ركابي؟ يعني كسر الرجل ده سيأتي الآن، بس ده خلاص اللي حصل يعني. فقال: من يصلح لي ركابي؟ مين اللي يصلح لي العلقة بتاعت الايه الرجل ديت عشان احط رجل عليه عشان اركب الفرس؟ فجاء رجل من المسلمين في الليل فقال: انا اصلحها لك، انا اصلحها لك، ارفع رجلك، ارفع رجلك. فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه، طير ايه رجله. فقال له: اجهز علي. الحطمة قال للمسلم ده ايه، اقتلني بقى، ما تسيبنيش كده، ريحني بقى، اجهز علي. فقال: لا افعل. فوقع صريعا، راح وقع ايه في الارض. كلما مر به احد يساله ان يقتله فيأبى، اعمل فيها معروف واقتلني. اول ما يبص كده رجله مقطوعه، لا، يوم سايب. يمر فارس ثاني، يعمل فيها معروف واقتلني، يوم سايب، وهكذا فيأبى. حتى مر به قيس بن عاصم فقال له: انا الحطم. قيس بن عاصم ده لعله فيه علاقه او معرفه او موده او صداقه قديمه. فشوف بقى الجميل اللي يعمله الصديق في صديقه. فقال: انا الحطم، فاقتلني. فقتله، ريحه بقى، ايه عمل الواجب معه. فلما وجد رجله مقطوعه ندم على قتلته. لما تلاقاه بعد ما قتله بص كده تلاقي رجله مقطوعه، ندم انه قتل مين؟ قتل رجلا رجله مقطوعه. وقال: واسوأتاه. شوفوا واسوأتاه، شوفوا الاخلاق، الاخلاق العربيه. واسوأتاه، لو اعلم ما به لم احرك، لو اعلم ما به لم احرك. ركب المسلمون في اثار المنهزمين يقتلونهم بكل مرصد وطريق، وذهب من فر منهم أو ذهب أكثرهم إلى البحر، إلى بلدة تسمى دارين. ودارين ده مكان في البحرين يسمى دارين، وكان هذا المكان مشهور بصناعة العطر، حتى العطر كان يسمى بالعطر الداري، ده أجود وأغلى أنواع العطور. ومن دارين أو إلى دارين ركبوا إليها السفن،
ثم شرع العلاء ابن الحضرمي في قسم الغنيمة ونفل الأثقال، وفرغ من ذلك وقال للمسلمين: اذهبوا بنا إلى دارين لنغزو من بها من الأعداء، فأجابوا إلى ذلك سريعا، فسار بهم حتى أتى ساحل البحر ليركبوا في السفن، فرأى أن الشقة بعيدة. الشقة ليه؟ اللي هو الجانب الآخر من البحر، بعيد لا يصلون إليهم في السفن حتى يذهب أعداء الله. عشان نجيب سفن والناس تركب السفن والسفن تجري وراهم، يكون الأعداء إيه؟ فر. فاقتحم البحر بفرسه، انظر، فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول: يا أرحم الراحمين، يا حكيم، يا كريم، يا أحد، يا صمد. وأخذ يناجي الله عز وجل وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحموا، ففعلوا ذلك. لم يقولوا أنت هتعمل فينا إيه؟ تجنيت؟ أنت هنغرق؟ تتكلم إزاي؟ لا، انظر إلى طاعة الجيش لقائده الرباني. لكن انا بقول يا اخواني، لابد من وجود الربانيه، اللي في هناك ناس ربانيين عشان الامه تصدقهم، فتلتف حولهم. فالاشكال ان كلما اقتربت من رجل كلما نفرت منه وفضضت يده منه، لان الله تعالى يطلعك بعد القرب على ما لم تكن تعلم قبل القرب. لكن الرجل الرباني كلما تقترب أكثر كلما تحبه أكثر، وهذا هو المطلوب. نحن نحتاج بالفعل إلى رجال ربانيين يربون الناس على صغار الدين وعلى كبار المسائل، حتى يجتمع الناس بقلوبهم على هؤلاء. اقتحم البحر ودعا الله عز وجل، وفعل الناس ذلك واقتحموا أيضا معه، فأجاز بهم الخليج بإذن الله، يمشون على مثل رملة دمثة فوقها ماء لا يغمر أخفاف الإبل ولا يصل إلى ركب الخيل. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. الرملة الدمثة، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل البحر كأنه رملة دمثة. إيه رملة دمثة؟ الرملة المبللة بالندى، بتكون رملة لينة وسهلة، وهذا أجود أنواع الرمال. ليه؟ لأن الرمل إذا كان جفا فإنه يثير النقع، يثير الغبار، فربما أزكم الأنوف، وربما أفسد سيل الإبل، وربما أضربت الخيل عن المضي. ليه بقى؟ الرمل يجي في المناخير فتتزكم ترجع لورا. ولذلك ربنا عز وجل في غزوة بدر ايه اللي حصل؟ نزل ماء خفيف. الماء الخفيف ديت سهلت التربة تحت رجل المسلمين. يا سلام، واخد بالك ازاي؟ وبعدين قبل المعركة أصابهم سبات خفيف، نومة خفيف، كل واحد كده غمض كده شوية كم دقيقة كده، الكم دقيقة ديت خلت إن هو يفوق وينشط، والرمل تحتهم مبلل بالماء، فكان ذلك أدعى إلى الثبات. أما الكفار عجيب، الرمل تحتهم يثير النقع، يزكم الأنوف. فكيف أن الله تعالى يحول البحر العميق ذات الأمواج اللي هو بعيدة شاطئه، يجعله كالرملة الدمثة، وبعدين الدمثة اللي هي السهلة البسيطة الناعمة اللينة. ومنه يقال فلان دمث، دمث الخلق، يعني ايه؟ سهل الطباع، لين الطباع، لين العريكة. وهذا مما يمدح الدماثة، يقول لك ده فلان عنده دماثة في الخلق. الرمل ده كان عنده دماثة، رمل دمث، واخد بالك ازاي؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ من الذي جمد الماء وجعل السطح بتاع الميه جعله كالرمل الدمث بهذه الصوره؟ انه الله عز وجل. يا اخواني، حاجات عجيبه جدا. وسأعلق على هذه المسائل تعليق خفيف في نهايه المجلس ان شاء الله. فقاتل عدوه
وقهرهم واحتاز غنائمهم، ثم رجع فقطعه إلى الجانب الآخر فعاد إلى موضعه الأول، وذلك كله في يوم، ولم يترك من العدو مخبرا. يعني معنى إيه؟ كل الأعداء ماتوا، ما سابش ولا عدو، كل جيش الأعداء تم فناؤه، قتل كل جيش لم يبق واحدا منهم. بيقول ولم يترك من الأعداء مخبرة، واستاق الذراري والأنعام والأموال، ولم يفقد المسلمون في البحر شيئا سوى عليقة فرس لرجل من المسلمين. عليقة فرس يعني شكارة كده فيها شوية علف بتاع فرس، الشكارة ديت وقعت، هذا هو الذي فقدوه. يا سلام، الجيش ده كله عدة آلاف يعبر البحر حين جايين ويقتل الأعداء، وما فيش حاجة تفقد من المسلمين إلا شكارة فيها شوية علف لفرس، عليقة فرس من المسلمين. ومع ذلك شوفوا بقى الهمة العالية، وشوفوا الثقة في الله عز وجل. رجع العلاء، دي مسألة عجيبة جدا. فجاء بها، ما قالش بقى يا أخي بقى معلش حاجة بسيطة خايبة طنشها بقى، لسه هنرجع تاني؟ قال له خليك مكانك. رجع العلاء فجاء بها، ثم قسم غنائم المسلمين فيهم، فأصاب الفارس 2000 والراجل 1000 مع كثرة الجيش، وكتب إلى الصديق فأعلمه بذلك، فبعث الصديق يشكره على ما صنع. وقد قال رجل من المسلمين في مرورهم في البحر، وهو عفيف ابن المنذر، شعر جميل: ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل؟ دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. آية عظيمة رآها المسلمون، فكان ذلك من جملة الخير. فالله تعالى يحدث لأوليائه إذا صدقوا، والخارق واقع في الكون بإذن الله عز وجل، فإن كان لسبب شرعي كان خارقا رحمانيا، وإن كان بسبب شيطاني كان خارقا شيطانيا. إذن عندنا من الأولياء نوعان: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن يخرق الله تعالى لهم العادات كرامة لهم، تأييدا وتثبيتا، وبالتالي الكرامة للمؤمن لا تحدث إلا لسبب، ما فيش كرامة تحدث من غير سبب. السبب إما التثبيت والتأييد والنصرة، وإما الإعلان عن المعاني الشريفة حتى يقبل الناس عليه، سبحان الله. الأمر الثاني في مسألة الكرامة: لا يوجد من يدعي الكرامة، فمن ادعى الكرامة سقطت عنه الولاية. يعني ما فيش رجل صالح يقول له ايه يا اخواني، انا الحمد لله ربنا بيوريني كده كرامات وايات، تعالوا معايا اوريكم كرامة من الكرامات بتاعتي. لا، اللي يعمل الكلام ده يبقى مش ولي لله، يبقى ده رجل يعني كذاب داعي، كما حدث مع الحلاج المصلوب. الحلاج المصلوب كان يأتي بأفانين يخدع بها الناس، ياخذ مثلا تلامذته وله مثلا صديق او اثنين من خاصة الاصدقاء، يقول لهم انا عاوزكم بعد 5 كيلو تحطوا مثلا زلقة مية، وتحطوا مثلا شكارة عيش، وشوية مثلا ايه جبنة قديمة وبتاع وحاجة زي كده، وتدفنوهم في المكان الفلاني ويدوهم علامة. يخرج بالناس يقعدوا يمشوا، وبعدين سجوع وتعطش، فيقول لهم يعني يلا نمشي. طيب احفروا في المكان الفلاني تجدون فيه زلاعا من ماء وخبزا وسويقا وكذا. الناس يقولوا لا، احنا في صحراء، ايه اللي هيجيب الميه والسويق والحاجات دي كلها؟ لا يصدقوا الناس، يقولوا طب جربوا. فالناس يعمل الكلام ده، يتلاقوا بقى ايه ميه، ويتلاقوا، فالناس بقى يبهتوا ويدهشوا ويظنون انه صادق وهو داعي ايه؟ كاذب، داعي كاذب. لكن اولياء الله
إن وقعت لهم كرامة فإنهم يسرونه، ولا يظهر الله تعالى كرامة من أحب إلا لسبب. يبقى لا يظهر الله كرامة من أحب إلا لسبب. الناس دول أظهر الله تعالى كرامة العلاء ليه؟ لماذا؟ لأن المسلمين في حاجة إلى هذه الكرامة. إذا هناك سبب لهذه الكرامة، التأييد والنصرة والمعونة والتوفيق. أما الشيطان فإنه أيضا يحدث لأوليائه الخوارق بإذن الله، بإذن الله، لأنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإذن الله. الدجال، الداعي الأكبر والكذاب الأشر الأكبر، أعظم فتنة أوجدها الله تعالى على وجه الأرض، أعظم من فتنة الشيطان الدجال، وأخوف ما كان يخاف النبي عليه الصلاة والسلام به على أمته فتنة الدجال. ولذلك كان يتعوذ بالله عز وجل من الدجال دبر كل صلاة، كما صح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الدجال كان يمر على الأرض الخربة يقول لها أخرجي كنوزك، بقى الذهب الفضة الأحجار الكريمة تطلع كيعاسيب النحل. يعاسيب النحل كالنحل المجتمع، الله، الكنوز تطلع بأمر. يمر على الأرض الخاربة يقول لها كوني جنانا وحدائق وأنهار. في لحظة الأنهار تجري، الشجر يطلع، الطرح يطرح، يبقى تفاح ورمان وبتاع، الله، في لحظة، في لحظة يمر على الأرض الجنة فيأمرها فتكون قاعا صفصفا. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر السماء أن تقلع فتقلع. لا، ده فتنة كبيرة جدا، فتنة كبيرة جدا. تشق رجل حتى يسقط شقين، ثم حتى يمشي بينه، ثم قل له قم فيقوم. يا حاجة فظيعة جدا، حاجة فظيعة جدا. ولذلك يصدقه الناس كثيرا ولا يكفر به إلا المؤمن، لأن الله تعالى يريه آية هذا الدجال مكتوب بين أو على جبهته بين عيني كافر، يقرأها كل مسلم حتى ولو كان أميا. طبعا بصمجي لا أقرأ ولا أكتب، برضك تقرأ كلمة كافر حتى يعصمك الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الدجال. طيب، إذا لا يحدث شيء في الكون من الخوارق حتى لو كان خارقا شيطانيا إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. دخلت أسماء على الحجاج، صلب ابنها أسماء بنت أبي بكر، وهي زوج الزبير بن العوام، والدوها عبد الله بن الزبير. وكنت منذ فترة قدمت ترجمة لعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير. فلما قتل عبد الله بن الزبير وكان أميرا للمؤمنين، وكان دينا عالما فاضلا وصلب، دخلت أسماء وكانت قد أسنت وعميت. عشان بعض الناس يقول لك ايه المشكلة، المرأة تكلم الرجل تكلم المرأة ويخشوا على بعض ويكلموا بعض ويسلموا على بعض. ما أسماء دخلت على الحجاج، كانت قد أسنت وعميت، فقالت له حديث سمعته من رسول الله. قال لها ما سمعت؟ قالت لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائفة، الطائف ديت كان فيها قبيلة تسمى قبيلة ايه؟ ثقيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج من هذه القرية كذاب ومبير، سيخرج من هذه القرية اللي هي بلد الطائف ديت كذاب ومبير. المبير هو الذي يهلك الحرث والنسل، المبير الذي لا يترك شيئا قائما إلا أفسده، ومنه تبوير الأرض، تكون أرض بتزرع ما شاء الله ومبورها، نبورها يعني إيه؟ نفسدها، ما تبقاش صالحة للزراعة، كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار ابن عبيد الله الثقفي، وأما المبير فلا يخالوه إلا أنت. ف
فلقي قالوا إلا إيه؟ إلا أنت. المختار بن عبيد الله الثقفي هذا كذاب، وهو أحد الكذابين الثلاثين الذين أخبر عنهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث صحيح أنه سيأتي كذابون ثلاثون كل يزعمه أنه رسول الله. هذا الكذاب ادعى ما هو أعظم من ذلك، ودي المشكلة الخطيرة يا إخواني، إن بيئة الجهل هي البيئة التي ترتع فيها المصائب، ترتع فيها المصائب بيئة الجهل، ولذلك لا بد من القضاء على الجهل، ولن تستقيم لنا دعوة ولن يهدأ لنا خير إلا إذا قضينا على الجهل. فالجهل يورث المصائب ويأتي بالفظائع، والجاهل يتقبل كل كلام، يتقبل كل كلام. المختار بن عبيد الله الثقفي هذا خرج في الكوفة، بعد شوية قال لهم لابد ان احنا نطالب بدم الحسين. ماشي، طبعا حاجة ممكن الناس يهموا من اجله. وبعدين قال لهم ايه؟ قال لهم ان انا من اهل البيت وادافع عن اهل البيت، وكذاب دائي. بعد كده قال لهم ان النبي محمد افضل من عيسى، وعيسى لم يمت وانما رفعه الله اليه. شوفوا الكلام، يبقى النبي محمد افضل من مين؟ من عيسى، وعيسى لم يمت وانما رفعه الله اليه. يبقى اذا النبي محمد لم يمت بل رفعه الله اليه، وانا الذي ابلغ دعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بلغ به الامر ان ادعى ان الوحي يتنزل عليه، زي كده مسيلمه لما قال يا ضفدع يا ضفدع يا بنت الضفدع، الكلام الهلس اللي قاله ده، زعم ان وحيا يتنزل عليه. الادهى والامر ان ياخذ الناس الغلاب، يعني لو قالوا، يعني مره قالوا ان في هناك قبر في بلد ما، القبر دوت اي واحد عاوز اي حاجه يروح ينام في القبر ده الحاجه دي تحصل له. فواحد مثلا عاوز يتعمل له عمليه قلب مفتوح وممكن يموت فيه، يروح ينام في القبر ده هوت، وتاني يوم يمشي يتلاقي ايه؟ القلب بتاعه مفتوح ومتخيط والبتاع والكلام ده كله وخلاص. واحد عاوز مثلا فلوس يروح ينام تاني يوم يتلاقي في ايه؟ في ايده 1000 جنيه في ايده، يقوم واخدها وماشي كده. يعني هل تعلموا ان الاف الناس ذهبوا يتصارعون من اجل المبيت في هذا القبر؟ الاف امم. الدجاله بتاعت اسكندريه اجرت ساحه قد الاستاد حتى تحشد الناس بالدور، بالدور، والامه تصدق، الامه تصدق. لو قلت لك أن هناك ملايين من أهل بلدنا يعيشون في جهالة عمياء، يتقبلون كل بدعة وينفرون من كل سنة، سبحان الله، هذه الطائفة المليونية العريضة هي بالفعل التي ستكون سببا في الوباء والبلاء، يعني أخطر من المخدرات الجهل. لأن ما الذي جعل هذا الشاب يشرب المخدرات؟ الجهل، الجهل، أنه جاهل بربه، جاهل بدينه، جاهل بربه، جاهل بدينه. إيه اللي بيجعل الناس تحصل بينها خلافات ومشاكل؟ الجهل، الجهل بعبوديتهم لله. كل واحد عاوز ينتصر لنفسه، سبحان الله. يا سيدي أخويا يغلبني، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة لما أخوك يغلبك؟ إيه المشكلة؟ انظر إلى خالد بن الوليد في قمة انتصاراته، وهو القائد الأعلى للجيوش، وسيأتي ذلك إن شاء الله. أحرز النصر في اليرموك، ووحد الجيوش ورتبها ونسق المعركة وجهز خطتها ورسم الخطة ونفذ الخطة، وكان سببا في النصر. وفي عزة النصر يجي الكتاب من عمر بعزل خالد وجعله عسكري، مش مثلا جنرال يمسك مثلا فرقة في الجيش، لا، عسكري صغير. ويبقى من القائد أبو عبيدة بن الجراح. خالد يتنازل عن القيادة لمين؟ لأبو عبيدة، وينزل إلى يكون عسكري. قلت لكم ذلك من قبل، ويا ليت ذلك يجي بلال بن رباح. بلال
يقوم واخد العمه بتاعت خالد ويفكها ويكتفها. ويبدا بقى سؤال: الشاعر الفلاني اجالك مدحك اديته 1000 درهم، من اين هذه الدراهم؟ والشاعر الفلاني جاء مدحك واديته 1000 درهم، من اين هذه الدراهم؟ حقق وسال تحقيق، من اين لك هذا؟ اذا اتعزل من قيادة الجيش وتجرد من الرتب بتاعته ونزل العسكري، وتم التحقيق معه. ومن قبل مين؟ بلال. يعني لو من قبل مثلا الخليفة، لو من قبل أبو عبيد الجراح، من قبل بلال، سبحان الله، وهو صابر محتسب. إلى أن ثبتت براءة خالد فقام بلال فقبله، ها، وصنع عمامته بيده، راح ادي له عمام زي ايه ما اشتلى صنعها وقبلها، طلع براء من الايه؟ مما من التهم التي نسبت اليه. دول الرجال اللي حملوا الدين. لكن ممكن تجد مثلا اخين جيران، وبعدين واحد ربنا كرمه في الدعوه في 3 4 انفار، ربنا هداهم على ايده، الثاني ممكن يغار منه. وتحدث بينهم مشاكل وخلافات ليه؟ يصير اتغلب لاخيه. لين لأخيك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وعبد الله بن قيس وأمرهما وقال لهما: تطاوعا تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا. والله ما أحوجنا إلى هذا التوجيه النبوي الشريف. التطاوع، التطاوع. لينوا في يد إخوانكم، تكون لين في يد أخيك، لا تتكبر على أخيك ولا تنظر إلى أخيك أنه أقل منك درجة، فالله تعالى أعلم بمن اتقى. ولا تزكي نفسك على أحد، وإن أردت أن تتهم أحدا فلا تتهم إلا نفسك، لا تتهم إلا نفسك. حذاري أن تنصب من نفسك حكما على غيرك، ولكن كن شديدا على نفسك، متهما لنفسك، وحاول أن تتلمس الأعذار للخلق، لعله لا يقصد، لعله قال كذا وتأول كذا، لعله لعل لعل لعل، حتى تصيب الرحمة قلبك فتكون من الرحماء الذين يرحمهم الله سبحانه. المختار ابن عبيد الله الثقفي هذا وصل به الأمر إلى أن ادعى النبوة، وكان يأخذ الناس في الفلوات والصحراء ويقول لهم: انظروا. الناس تبص كده تجد الخيل عليه الفرسان، فيقول لهم: هذه الملائكة أتت لنصرتي. الخليفة يوجه له جيش بعد جيش، جيش بعد جيش، ما يتغلبش، لغاية لما أتت إليه الجيوش من كل حدب وصوب فأمسكوا به وجابوه بقى للخليفة. الخليفة قال لهم اقتلوه، فلما ضربوه بالرمح لم يصبه الرمح. الله، ضربوه بالرمح كده لم يصب. فقال الخليفة لقاتله أو لضاربه: ويحك، سم الله ثم اطعن. فقال بسم الله فضربه فقتله. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الجن كانت تحميه من الطعن، كل ما يجي يضربوه بسيف أو رمح الجن تحميه، الجن تحميه. فالناس تقول: آه، ده راجل إيه؟ مؤيد، ده كرامة من الكرامات. زي مثلا رجل ضلالي ورجل محارب الإسلام ويطير في الهواء، يقول لك ده خلاص ده سيدي فلان. من الكات الطريفة إن الشيخ ابن عبد الوهاب له كتاب طيب جدا اسمه الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، ذكر قصة لطيفة. قال إن هو في بلاد الحجاز انتشر مقام من المقامات كان الناس يحجون إليه، والمقامات ديت والأضرحة تخصصات، يعني في هناك ضريح تخصص أمراض بطنة، وفي هناك ضريح تخصص مثلا الجواز وكده، وفي ضريح ومقام تخصص خلفة، وفي ضريح بقى مش للبني آدمين، دي للبهايم. يعني لو في بقرة جاموسة تعبانة عيانة برضك تروح للضريح ده. والأضرحة البيطرية برضك تخصصات. يعني مثلا في هناك ضريح، ودي اللي حكاها بقى الشيخ ابن عبد الوهاب، قال ان الضريح ده كان متخصص في الامساك، يعني ايه؟ البهيمه اذا امسكت بطنها هتموت. البهيمه جالها امساك،
ما هو طبعا هي بيجي لها برد وامساك وكل حاجه. حتى في طبيب بيطري اليومين دول بيقول لي ان الحمير اصابها الضغط والسكر، يعني الحمير اليومين دول بالفعل عندها ضغط وسكر. والله قال لي الكلام ده، قال يعني عملوا تحاليل لبعض الحمير فتلاقوا الحمير عندها ضغط وسكر من الهم والغل. فهذا الضريح كان يؤم الناس الذين تصاب بهائمهم بالإمساك. يجيب البقرة بقى لها يومين ثلاثة ما فيش حاجة بتنزل، فطبعا هتموت. هي بس تلف حوالين الضريح لفة واحدة يطلق بطنها من أول لفة، لسه ما كمل، أول ما تقترب من الضريح. فالناس كانوا يعتقدون الكرام. فالشيخ قال فدرس نسب هذا الرجل ومن هو، فوجده إسماعيليا رافضيا خبيثا. يا أخي إله، إسماعيل يعني ده كافر مرتد. يبقى إيه اللي بيحصل؟ إن صاحب هذا القبر بيعذب في قبره ويعذب هول، والله تبارك وتعالى من هول عذاب القبر لا يسمعه للثقلين، يسمعه كل شيء في الكون إلا مين؟ إلا الثقلين. البهيمة طبعا عندها إمساك، وبعدين أول ما تيجي ناحية القبر تسمع الهول، أول ما تسمع الهول على طول يأتي الإيه؟ الفرج. فيظنون أن هذا من بركة المقبور وليس هذه بركة، سبحان الله. يبقى إذن ما يحدثه الله تعالى من خوارق على يد أعدائه إنما هذا بإذنه وأمره ومشيئته، فلا يحدث في الكون إلا ما أمر الله تعالى به. نعم، إلا ما أمر الله تعالى به. طيب لماذا تحدث هذه الخوارق على يد العصاة والمجرمين والعتاة من الكفار والمرتدين؟ ليه؟ من أجل البلاء والاختبار، ممكن، وهذا واقع كما حدث في فتنة الدجال. فالله تعالى أسأل أن يجعلنا من أوليائه، وأن يوفقنا إلى حمل دينه، وأن يحسن خاتمتنا في حياتنا وفي الأمور كلها. خير القرون مواقفا ومثالا.